السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسام الصياد ودي قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. النهاردة بنشرح مع بعض معلومة سريعة وبسيطة وناخد عليها بعض الأمثلة. المعلومة دي خاصة بأدوات الناكرة وآن، ولازم نعرف الفرق بينهم. موضوع بسيط جدا، زي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورقة نكتب فيهم بعض الملاحظات بتاعتنا، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وآن أدوات الناكرة. يعني ايه أدوات ناكرة؟ يعني بنتكلم بيهم عن حاجات نكرة زيها زي أي حاجة حواليها. يعني عندنا مثلا مجموعة من التفاح كلهم زي بعض، أنا لما أجي أقولك اديني تفاحة، give me an apple، اديني تفاحة، فبالتالي أنت هتفهم إن أنا عايز أي تفاحة من التفاح اللي عندك. معاك مجموعة من الأقلام مثلا، فأنا عايز قلم أكتب بيه، فهقولك give me a pen، give me a pen يعني اديني قلم. انت بالتالي هتفهم ان انا عايز اي قلم من الاقلام اللي معاك علشان عايز اكتب بيه حاجة. امتى بستخدم وامتى بستخدم ان؟ بستخدم ان لما يكون النون او الاسم اللي انا بتكلم عنه بيبدأ بحرف من حروف الفاولز او الحروف المتحركة، وكلنا عارفين ان الحروف الفاولز او الحروف المتحركة هم 5 حروف، الاي والاي والاي والاو واليو. الخمس حروف دول لازم نكون حافظينهم زي اسمنا، هيقابلونا كتير جدا في الجرامر والقواعد بتاعة اللغة الإنجليزية، فلازم نكون عارفينهم كويس قوي. الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. أي نون أو اسم بيبدأ بحرف من الحروف الخمسة دول بنستخدم معاه an، زي مثلا an apple، an apple يعني تفاحة، an orange، an orange يعني برتقالة، an umbrella، an umbrella يعني شمسية. أي نون بيبدأ بحرف من حروف الكونسوننت أو الحروف التانية اللي هي الحروف الساكنة بيستخدم معاها زي مثلا a pen، a pencil، a book، a bag. أي نون بيبدأ بحرف من حروف الساكنة أو الحروف الكونسوننت بنستخدم معاها كده. عرفنا الفرق بين وان، وهسيب لكم تحت الفيديو في الديسكريبشن بعض الاكسرسايزز او تدريبات على الدرس بتاع النهارده تقدروا تحلوها بمنتهى السهوله. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهارده، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تشاركوا الدرس مع اصحابكم علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.